السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الذكاء الصناعي هيساعدك في البرمجة ويديك بعض المساعدة بحيث ان انت اول ما تكتب جزء بسيط هو يبدأ يكمل لك الكود بالشكل دوت، وبيشتغل على لغات كتيرة جدا. تمام، مجرد ان انت تكتب بداية حاجة هو يبدأ ان هو يكملها ويبدأ ان هو يحط التفاصيل بتاعتها. تمام، زائد ان هو بيشتغل في الفيجوال ستوديو وبيشتغل جوه يوفيم وجوه فيجوال كود وبيشتغل جوه جيت برينس اي دي اي، فهو بيديك مساعدات رهيبه جدا زي ما انت شايف. هيوفر معاك وقت كتير جدا ويضمن لك تقليل الاخطاء، وكل ده اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والتعلم الاي.